من الطلاب والطالبات في درس بلاغي جديد. كنا قد توقفنا في المحاضرة قبل الماضية عند أسرار توكيد المسند إليه، وانتهينا منه بفضل الله سبحانه وتعالى. واليوم بمشيئته عز وجل نواصل الحديث عن أسرار عطف البيان على المسند إليه، لأننا ما زلنا ندرس لكم أحوال المسند إليه. اقرأ شيخ حماد. كلمة قال هنا الفاعل محذوف، تقديره إيه؟ قال صاحب المنظومة. احنا بنتكلم عن الشعر، يبقى صاحب المنظومة اللي هو مين؟ اللي هو على الرسالة الموسومة بالجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع للشيخ عبد الرحمن الأخضري. لما أقول لك قال أي قال الشيخ الأخضري، تمام؟ تفضل. باسم به يخص للبيان. آه. أقول اللي هو مين بقى؟ الشارح اللي هو الشيخ مين؟ الدمنهوري، لأن الحاشية اللي تحت أقول، يبقى الدمنهوري قال أقول. وأما وكأن هنا سرا تقديره، وأما أسرار تعقيب المسند إليه بعطف البيان، يعني هنا عبارة أو كلمة محذوفة تقديرها وأما أسرار، أو أمانكات، أو أما أغراض، أي معنى من هذه المعاني أو أي عبارة أو أي لفظة من هذه الألفاظ ضعها هنا حتى تفهم. طيب تفضل. يبقى واحد فلإيضاحه باسم مختص به. يبقى أنا لما أجيب لك سؤال أقول لك ما هي إيه؟ ما هي أسرار أو أغراض أو نكات عطف البيان على المسند إليه؟ طبعا هنجيب الأمثلة بعد قليل. تفضل. الإجابة رقم واحد فلإيضاحه باسم مختص به. بمين بقى؟ بالمسند إليه. يعني الاسم اللي هو عطف البيان. إيضاح أي إيضاح، حتى عاوز تكتب العبارة اكتب، ممكن نعملها إيضاح المسند إليه باسم مختص به، هو ده السر. أو إيضاح، يبقى إذن ما هي أسرار عطف البيان على المسند إليه؟ هذا السؤال. الإجابة بقى واحد إيضاح المسند إليه باسم مختص به، أي بالمسند إليه، مثل قادم صديقك. اعرب اعرب عشان تفهم. قادم فعل ماض، صديق يبقى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر، وصديق مضاف والكاف مضاف إليه. لغاية الآن ده إعراب نحوي، طب حوله ناحية البلاغة تقول قادم مسند وصديق مسند إليه، يبقى الصديق اللي هو المسند إليه معرف ولا منكر؟ معرف بالإضافة إلى الكاف. لغاية الآن لا يوجد عطف بيان. طيب السؤال بقى ده من هذا؟ محمد. ومن هذا؟ خالد. ومن هذا؟ علي. يبقى فيه خالد ومحمد وعلي، واضح؟ أنا بالنسبة لي أعلم أن هؤلاء الثلاثة خالد ومحمد وعلي أصدقاء حماد. كده واضحة ولا فيها صعوبة؟ واضح. حينما قلت قادم صديقك، ما رأيكم أنتم؟ ما الذي حدث لكم هنا؟ إبهام ولا ما فيش إبهام؟ إبهام. لماذا في إبهام؟ لأنكم تعلمون أن حماد له ثلاثة من الأصدقاء، فحينما قلت قادم صديقك ظل الأمر مبهما مخفيا، وكأن سائل سيسأل ويقول من هو يا ترى الذي حضر من أصدقاء حمادة، فتأتي الإجابة إيه؟ خالد. يبقى خالد سمنا عطف بيان، أي إبا أي أنه أزال الإبهام الموجود في المسند إليه، وما زال الإبهام يعني أوضحه.
طب وأوضحه باسم مختص به، ما هو الاسم المختص به صديق الصديق؟ أنه اسمه خالد، وهذا الاسم المختص بأنه اسمه علي، وهذا الاسم المختص بأنه اسمه محمد، فحينما نص على خالد أوضحه باسم مختص به يتميز به عن غيره. ما رأيكم؟ واضحت الرؤية؟ يبقى عشان كده سمناه عطف بيان، يعني اللي هو خالد كلمة أتت لكي تزيل الخفاء والإبهام الموجود. ليه؟ واحد يقول لي ازاي وكلمة صديق كلمة معرفة ما فيهاش خفاء والإبهام؟ هي الصداقة نفسها معرفة، ولكني لا أعرف من هو الصديق بعينه. يعني أنا أعلم أن هناك أصدقاء لحمادة معروفين، خالد ومحمد وعلي، وحينما قلت قادم صديقك يا حمادة، أين توجه الذهن الآن؟ إلى واحد من الثلاثة، ولكنك لا تعلم من هو، فعندئذ ستسأل. المتكلم لا يريد منك أن تسأل، بل يبادرك بالإجابة قبل السؤال. وهذه ميزة عطف البيان، هو يبادرك بالإجابة قبل السؤال حتى لا يجعل في ذهنك محلا للتساؤل، فيقول لك خالد، وكأن هناك سؤال انبثق من هذه الجملة وتلك العبارة وتلك اللفظ، من هو الصديق الذي قدم؟ فالإجابة خالد هو الصديق. يبقى بدأ، وده سر آخر من أسرار عطف البيان، أنه مع الإيضاح يفيد الإيجاز. إيه رأيكم؟ أنه مع الإيضاح يفيد الإيجاز. كيف هذا؟ لأنه لو لم يأتي به لا سأل السائل سؤال من هو هذا الصديق، ستكون الإجابة أو شوف من هو هذا الصديق الذي قدم، هذا سؤال، الإجابة بقى خالد هو الصديق الذي قدم. يبقى إذن وفرنا جهد ووقت حينما لحقنا أو ألحقنا كلمة خالد بكلمة إيه؟ صديق. أعتقد كده واضحة الآن، الحمد لله. اقرأ يا بني. يعني ايه؟ بقول لأ، ولا يلزم ان يكون الثاني اوضح. ليه؟ يعني مش شرط، يعني ليس بشرط ان يكون الثاني اللي هو عطف البيان اوضح من الاول. ده معنى ذلك واحد يقول لي طيب ما هو الثاني هو الاوضح اهو، قال لك ده ليس شرطا لازما في كل الاسرار، ولكن في هذا المثال هو أوضح، ولكن في مثال تاني الوضوح ليس له محل، لأن قد يكون الغرض ليس الإيضاح، ولكن قد يكون الغرض المدح، أو هيجيبها لك بعد قليل. وزيك اقرأ كده في الصفحة اللي بعدها، وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإيضاح، اللي هي في الصفحة اللي بعدها. يعني إذن ليس الغرض في أي عطف بيان هو الإيضاح، لأنه لو كان كذلك على طول الخط يا حمادة يبقى معنى ذلك سيكون الثاني أوضح من الأول. واحد يقول لي وده الفرق بقى بين عطف البيان وبين غيره، وهيجيبها لك بعد شوية. اقرأ كده والفرق بين النعت. ها، الفرق بين النعت وعطف البيان أن الأول يدل على معنى في مدبوعه، يعني واحد يقول لي يعني ايه الفرق بين عطف البيان والنعت على سبيل المصطلح؟ تم، هو ممكن نقول ايه؟ الجسم الطويل العريض، اعرب كده، سيبني من البلاغة دلوقتي، اعرب الجسم وتقول مبتدأ، الطويل صفة، العريض صفة، يبقى اوضحت ولا ما اوضحتش؟ ولذلك تقرأ تحت كده كلام الشيخ الدمنهوري بيقول ايه؟ قوله والفرق الى اخره، هذا بيان للاصل في كل يعني اصل ايه؟ اصل النعت واصل عطف البيان. والا فقد يكون النعت للكشف عن الايضاح، كما في قولك الجسم الطويل الى اخره، وقد يكون عطف البيان
للمدح. يعني يقصد يقول ليست القاعدة بمضطردة، قد يكون عطف البيان للإيضاح، وقد يكون النعت للإيضاح، وقد يكون للمدح، وقد يكون لأغراض أخرى. يعني باختصار ليس هذا هو السر الوحيد لأسرار عطف البيان على المسند إليه. طب واحد يقول لي ما دامت الأمور كذلك، أنا كدارس وكقارئ كيف أفرق؟ نفرق من خلال السياق. أدي حضرتك مثال، اقرأ كده في الآية بعدها، جعل الله بس أوف لغيتهن، اعرب بقى بس خد بالك مع العلم بأن المثال هنا ليس توضيح للمسند إليه، بل هو توضيح للمفعول به. فاكرين قبل كده أن احنا بنقول لك ليست القضية للمسند إليه أنه ينطبق على الجميع. طيب ما نقول جعل فعل ما، لفظ الجلالة فاعل، هنخليها بقى بلاغة، نقول جعل مسند الله مسند إليه، لفظ الجلالة ها الكعبة مفعول به اللي هو المتعلق. طيب هو البيت الحرام أوضح من الكعبة؟ أبدا. هي الكعبة واضحة والبيت الحرام واضح، لأني لما أقول جعل في غير القرآن هنقول إيه؟ جعل الله الكعبة قياما للناس، مش كده؟ يعني يقوم الناس فيها ويصلون فيها ويتوجهون إلى الله فيها بالدعاء. يبقى إذن البيت الحرام لم يوضح الكعبة، لأن فهمنا الكعبة، لأن الكعبة مش زي إيه؟ هل بالله عليك، هل بالله عليك ستسأل هنا السؤال الذي سألناه في قادم صديقك خالد؟ لا. يبقى معنى ذلك إن هنا اللي هو عطف البيان البيت الحرام ليس للإيضاح بل للمدح الله، يعني ليس للإيضاح. يبقى إذن السياق هو اللي بيحدد. يبقى إذن بقى لما أجي أسألك سؤال بقى، ما هي أسرار عطف البيان على المسند إليه؟ الإجابة سهلة، واحد نكتبها بقى كده، إيضاح المسند إليه باسم مختص به. اثنين ها المدح بس، كمل يا ابن. فالبيت الحرام جيء به للمدح لا للإيضاح. والبيان الأول في البيت المراد به التاج والمخصوص. والثاني اسم مصدر بين، اسم مصدر بينة، اللي هو طبعا في البيت اللي هو عطفوا عليه بالبيان، للبيان باسم به يختص، ده تشرح ليه يعني. فلا إطاء في البيت، يعني حاجة عرضية ما فيهاش إطاء يعني، ماشي. قال يبقى إذن دلوقتي احنا عندنا كم سر من أسرار عطف البيان؟ اثنين أوردهم المصنف، أوردهم المصنف في المنظومة، وأوردهم الشارح، وأوردهم المحشي، الثلاثة. كمل بقى. قال لأحد الجزئين أو ردا إلى أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. الله يرضى عليك. أقول وأما البدل من المسند إليه. يبقى إذن ممكن عاوزين نسأل سؤال، ممكن تكتبوا السؤال، ما هي أغراض أو أسرار أو نكات أو فوائد؟ كل دي عبارات متقاربة تجدونها في كتب البلاغة القديمة والحديثة، عشان ما تتلخبطش. يبقى ما هي أغراض أو أسرار أو نكات أو فوائد البدل من المسند إليه؟ كده السؤال، هات الجواب بقى. واحد، فلتقرير الحكم وذلك في بدل الكل نحو جاء اخوك زيد. اقف لغايه هنا. عاوزين هنا نقول ايه بقى؟ اول حاجه من اسرار الاتيان بالبدل للمسند اليه انه يقرر الحكم. طب كلمه التقرير قبل ما يعني ايه التقرير الاول، ويعني ايه الحكم؟ لازم نفهم كلمه تقرير ولازم نفهم كلمه حكم. كلمة الحكم أنا شرحتها قبل كده. الحكم هو المعنى المستمد من جراء
إسناد المسند للمسند إليه، أي من جراء ضم المسند إليه للمسند. فاكرين لما قلت لكم ما هو الإسناد؟ الإسناد هو ضم كلمة إلى كلمة ينشأ من الضم معنى. واحد يقول لي اديني مثال اهو، قد كتب ما فيش معنى، جلس لا يوجد معنى، شرح لا يوجد معنى. امال متى سياتي المعنى؟ حينما اتي بالفاعل. طب اقول محمد لا يوجد معنى، علي لا يوجد معنى، ما فيش، لان الخبر هو الذي يتم به فائده الكلام. يبقى حينما اتي بالخبر او اتي بالفاعل نشأ من جراء ضم الفاعل للفعل ومن جراء ضم الخبر للمبتدأ معنى، هذا هو الحكم. يبقى كلمة الحكم دي كلمة باصطلاح المناطقة، خذوا بالكم عشان ما يبقى كلمة الحكم هو المعنى الذي ينشأ من جراء ضم الفعل الفاعل للفعل أو الخبر للمبتدأ. هو احنا عندنا في الجملة العربية حاجة تانية غير ذلك؟ لا، لا يوجد. ما هو إما بتضم الفعل الفاعل للفعل أو بتضم الخبر لمبتدأ، سواء كان خبر مبتدأ أو خبر كان أو خبر إن، دي كلها تفريعات عن الأصول، لأن أنا عندي أصل الجملة في اللغة العربية لا تخرج عن اثنين، إما جملة فعلية أي ضم فاعل لفعل، أو إما جملة اسمية أي ضم خبر للمبتدأ. وبعدين الجملة بقى الاسمية، خدوا بالكم بس دي نقطة مهمة قوي حتى يعني تكون سهلة في أذهانكم. هو أنا لما يكون عندي جملة اسمية، الجملة الاسمية تفريعاتها إيه؟ الأصل مبتدأ وخبر، وذات الجملة الاسمية شوف التفريعات، اسم كان وخبر كان، برضو قائمة على الأصل الأول، لأن ما نقول محمد مجتهد كده مبتدأ وخبر، كان محمد مجتهدا، هي هي، إن محمدا مجتهد، اسم إن وخبر إن، ظننت محمدا مجتهدا، المفعول الاول اللي ظن اصله مبتدا وخبر، اعلمت عليا محمدا مجتهدا، برضه المفعول الثاني لاعلم وارى، الله، ما زلنا برضه مع المبتدا والخبر. يبقى اذا سواء كان بقى المبتدا والخبر او كان او ان او ظن او المفعول الثاني لاعلم وارى، كل هذه جمل متفرعه من الاصل، اليس كذلك؟ طيب ما نقول بقى قادم علي، ما هي فعل وفاعل خلاص، لو انت لو جعلتها مبنية للمجهول متفرعة من المبنية للمعلوم، بالله عليكم هل هناك في اللغة العربية غير هذا؟ يلا أريد أحد منكم، أريد أن يرد أحد منكم علي، هل توجد جمل في اللغة العربية غير التي قلناها؟ يبقى بس خد لي بالك بقى، كل هذا تفريعات يا حماد. أما لدينا الأساس المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. طيب بناء على ذلك الحكم ينشأ منين؟ من ضم فاعل لفعل أو ضم خبر لمبتدأ، على حسب بقى التقسيمات اللي احنا قلنا. إذا كانت جملة اسمية هتبقى إما مبتدأ وخبر أو اسم إن أو اسم كان أو المفعول الأول لظن أو المفعول السنة، ولسه في كمان، وممكن يكون الخبر مفرد زي محمد مجتهد، وممكن يكون الخبر جملة اسمية، وممكن يكون الخبر جملة فعلية، وممكن يكون الخبر شبه جملة. الله الله، إيه ده؟ ما هذه تفريعات وجزئيات مبنية على الأصل. هل أدركتم الآن كيف نفهم هذه اللغة الشريفة الكريمة العظيمة؟ تاني، أنا أريد أن أغلق الكتاب وأريد أن أؤكد على هذه القضية التي أزعم أنها من أخطر القضايا، أن الجملة أن اللغة العربية قائمة في أساس تكوينها على جملتين، إما مبتدأ وخبر وإما فعل وفاعل، ولا يوجد ثالث. إيه ده؟ ما فيش ثالث؟ لا ما فيش ثالث. واحد يقول لي ازاي؟ طب ما انا بقول لك ايه؟ بقول على المكتب، ما هي شبه جمله. اقول لك لا تسمى شبه جمله الا اذا وضعت في جمله. لا تقول على المكتب الكتاب، يبقى لازم تجيب معاه المبتدا، ويبقى على المكتب جر ومجرور خبر مقدم، مش كده؟
وحتى العلماء يقولوا إيه؟ على المكتب الكتاب، أي على المكتب الكتاب كائن ومستقر. ودي كلها تفصيلات في علم النحو. سواني خليكم معي. طيب، يبقى لدينا جملتان لا ثالث لهما، وهو وهي الفعل والفعل، جملة فعلية والمبتدأ والخبر، وهي الجملة إيه؟ الإسمية. واحد يقول لي امال بقى الجملة التالتة اللي بيقولوا عليها اللي بيسميها لا بيسموها اسم الفعل، اللي هيهات هيهات. برضو العلماء لما لقوا نفسهم كده قال لك تم في جملة تالتة ايه، فقال لك مش هنزعل حد. مش هنزعل ايه؟ يعني ايه مش هنزعل حد؟ يعني ما هيش فعل عشان نسميها جملة فعلية، وما هيش اسم عشان نسميها جملة اسمية. فأخذوا كلمة من هنا وكلمة من هنا، قالوا اسم فعل، سواء كانت بقى اسم فعل ماضي زي ايه، او اسم فعل مضارع زي ايه، زي اهي دي جملة. يعني انا يعني اتوجع انا عن نفسي شايف ان هي جملة فعلية، لان ساعود الى اصلها. يبقى دي اسم فعل مضارع بمعنى اتوجع. طب لو انا ذكرت الفعل مكان اقول ايه؟ اتوجع، يبقى فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمه الظاهره والفعل الضمير المستتقدر انا، صح كده؟ شتانا ده اسم فعل ماضي بمعنى افترق، صح. اسم فعل امر بمعنى اسكت، اتكلم انت بقى تقول له صح، خلاص بقت فعل. يبقى اذا لو عدتوا للاصل هتبقى فعل، جمله فعليه، تبقى فعليه. عشان كده وايه وهي عددها في اللغه العربيه ايه؟ محدود وقليل. يبقى نرجع الى الاساس ونقول الكلام في اللغه العربيه لا يخرج عن جملتين اثنتين لا ثالث لهما، اما جمله فعليه وإما جملة إسمية، وما بعد ذلك فهي تفريعات على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية. بس انتم ملاحظين ايه؟ وأكثر التفريعات تكون للجملة الإسمية، ودي نقطة تحتاج منكم إلى بحث ودراسة. أكثر التفريعات يا بنتي تكون ايه؟ في الجملة الإسمية، لأن أنا قلت محمد مجتهد، كان محمد مجتهدا، إن محمد، نعم، كان محمد لا دي كلامك انت، ده كلامك انت، لانه بيسموه ايه؟ فعل ماض ناقص ناسخ، وناقص يعني مش فعل تام، وناسخ يعني ايه؟ يعني ليس، لان جمله اصلها المبتدا والخبر. عشان كده احنا قلنا الاصل لا، يبقى الاصل انا نازل للاصل، يبقى هنا عشان كده سموه فعل ناقص، يعني مش زي الفعل التام. لان لا، ولذلك كان احيانا لا يكون لها خبر، اللي بنسميها كانت تامه. يبقى انتقلت من موضوع بقى النقصان والنسخ، يبقى اللي جاي بعده ايه؟ اللي جاي بعدها بنسميه فاعل، ما نسموهش مبتدأ في الأصل يعني. يبقى إذن أصلها، ولذلك دي عاوزة بحث في البلاغة، سيبونا من البحث النحوي بقى. أنا عن نفسي أدعو أبنائي وبناتي من الطلاب والطالبات إلى النظر لماذا كانت التفريعات أكثر على الجملة الإسمية. ماشي؟ طيب، واحد يبقى ايه الاجابه بقى؟ ان شاء الله اللي يقدر يجيب اجابه يقولها لنا الاسبوع اللي جاي ونفكر فيها مع بعض. فين التفريعات دي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. يلا قول معايا التفريعات. كان، واحد اللي هو جمله كان واخواتها يعني، وجمله ان واخواتها، ان وان وكان وليت ولعل الى اخره، يبقى اثنين. وجمله ايه؟ وجمله ظن واخواتها، وجمله اعلم وارى واخواتها، يبقى معايا كم جمله دلوقتي؟ اربعه. بالله عليكم، هل توجد جمل في، ما احنا عندنا كان وان وظن واعلم وارى، يبقى معايا الاصل واحد اللي هو المبتدا والخبر ومتفرع منها اربع جمل. طيب، ومعايا الجمله الاولى اللي هي الجمله الفعليه متفرع منها ايه بقى؟ يلا، متفرع منها الماضي والمضارع. لا، ما هي اصلا ماضي،
ما فيش دي ما تسماش تفريعات، لأن الفعل نفسه هو إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، وفي كلا الحالات يسمى جملة فعلية. متفرع منها إيه؟ متفرع منها جملة اللي هو المبني للمعلوم ومبني للمجهول أكثر، بس الأساس عندي إيه؟ الأساس عندي المعلوم. طيب هو لأنه معلوم فهو الأصل، والمجهول يبقى هو الفرع، متفرع منه جملة واحدة. طيب لما تفرع منه جملة واحدة إيه اللي حصل؟ خلى المفعول بقى نائب فاعل، مش كده؟ وخلى المفعول الثاني بقى مفعول أول إلى آخره. طبعا الكلام ده كله معروف في النحو معنا. طيب مال هنا سؤال مهم، ما الذي بقي من اللغة العربية؟ بقي حاجة واحدة بس اللي بنسميه المتعلقات وبنسميه التوابع. طيب يا شيخ المتعلقات والتوابع بتبقى تابع ايه؟ خد بالك بقى، اما ان تكون تابعة للجملة الاسمية واما ان تكون تابعة للجملة الفعلية. ليه؟ كان محمد مجتهدا. طيب ممكن اجيب التوابع هنا مع الجملة الاسمية؟ كان محمد مجتهدا في الليل، اهو جبت الجر والمجرور اللي هو في الليل مع الجملة اللي أصلها مبتدأ وخبر، وهيبقى هنا كائن إذا ما كانش فيه متعلق اللي هو الأساس اللي هو الفعل. يقول لك نقدره بكلمة كائن أو مستقر، أي كان محمد مجتهدا مستقرا هذا الاجتهاد في وقت الليل، أو كائن هذا الاجتهاد في وقت الليل. بس شفت اللغة العربية سهلة إزاي؟ أدركت الآن سهولة اللغة العربية. وما عدا ذلك طبعا ده هذا كلام اللي بنسميه أصل بناء اللغة العربية. زي إيه بقى؟ زي المبنى اللي احنا موجود فيه ده لابد يكون فيه ركن الأولاني، هذا الركن لازم. أي مبنى يا شيخ عشان يبقى فيه سقف لابد يكون فيه أربع أركان. تعالى كده، هذا الركن رقم واحد ماشي أهو، هذا الركن رقم اثنين، هذا الركن رقم ثلاثة، هذا الركن رقم أربعة. يبقى السقف على الأركان الأربعة، يبقى لازم يكون في عندي ايه؟ اربع اركان عشان احط عليهم سقف. كذلك الحال انا عندي لازم يكون عندي اصلين اتنين عشان ابدا اركب بينهم الجمل. واحد يقول طب امال النعت يكون تابع اما للجمله الفعليه او الجمله الاسميه لاي حاجه فيه، والبدل وعطف البيان الخ 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 الخ. الله، بس هذه هي اساس تكوينات طب احنا دورنا ايه بقى كبلاغيين؟ دورنا اننا اذا نظرنا الى الفعل والفاعل، يعني الى المسند والمسند اليه، انظر في الذي ياتي بعدهما. اذا كان بعدهم بدل، لماذا اتينا بالبدل؟ اذا كان بعدها عطف بيان، لماذا اتينا بعطف البيان؟ اذا كان بعدها عطف نسق اللي هو بالواو يعني وسناتي اليها بعد قليل، لماذا اتينا بعدها؟ سنسال السؤال الذي اصلناه في هذا المكان. ان البلاغي دائما وابدا يحمل كلمه لماذا. طول ما انت ماشي قل لماذا لماذا لماذا، يعني نقول قادم اخوك، اهو قادم فعل ما، اخوك فاعل مرفوع وعلامه رفع الضمه، لا وعلامه رفع الواو لانه من الاسماء الست، اخو مضاف والكاف مضاف اليه. لغايه الان ما عنديش اي مشكل، لان ما دمت انا قلت الحماده قادم اخوك، انا اعلم أن هذا أخو حماد، وحماد يعلم أن هذا أخاه، وليس هناك شك، وليس هناك إيه؟ خدوا بالكم من النقطة الجديدة دي، وليس هناك شك مطلقاً، وليس هناك غموض مطلقاً، وده الفرق بين عطف البيان والبدل. ركز معاي، هذا هو الفرق بين عطف البيان والبدل، لأن حماد يعلم أن هذا أخوه وأنا أعلم، ولكن حماد لم يره، فأنا أخبره أنه قادم، ولذلك اسمع بقى كده، اسمع لماذا بقى ذكرنا زيد وهو يعلم وأنا أعلم. طب ما أنا عارف حمادة ليس له أخ واحد، هو أخوه اسمه زيد، ليس له إلا أخ واحد اسمه زيد، فلما أقول له إيه؟ قادم أخوك، ما الذي ذهب إلى ذهني الآن؟ زيد. لك أخ آخر؟ ليس له أخ آخر. طب لماذا ذكرت إذن أنا زيد وليس لحمادة إلا أخ واحد اسمه زيد؟ ذكرته لكي يتقرر الحكم ويثبت ويترسخ،
بس. أو ده اسمه التقرير بقى، التأكيد. إحنا عندنا مثال وقاعدة في اللغة العربية في التكرار، في التكرار تأكيد للشطار. بس تأكيد التكرار ليه؟ لأن أخوك وزيد بمعنى واحد، لأن بإمكاني أن أنا أقول إيه؟ قادم زيد. طب وليه أنا بقى قلت أخوك؟ طب كان بإمكانك أن أنت تقول قادم إيه؟ أخوك. لأني أريد أن تتشوف النفس إلى هذا الأخ، هو ده بقى معنى اللي كان بشرحه من شوية. لأن أنا أعلم أن زيد، ولكن لما أقول له قادم أخوك النفس تتطلع، يعني الأخ الذي قادم ما صفاته، ما اسمه، ما هو، ما كينونته، كل هذه الأمور تتشوف إلى النفس. فعينما يذكر هذا الاسم يثبت في الذهن ويرسخ ويتمكن. هذا هو المراد. هذا أول حاجة من أسرار كون المسند إليه له بدل واحد. فضل. وكلمة بدل الكل، أتعلمون ما معنى بدل الكل يا أحمد؟ يعني بإمكاني، يعني اللفظة اللي هي رقم 2 اللي هي البدل، هي بدل كل من كل. يعني إيه كل من كل؟ يعني بإمكاني أن زي حضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ها في فرق بينهم؟ أمير المؤمنين هو عمر الخطاب، وعمر الخطاب هو أمير المؤمنين. كذلك الحال أخوك هو زيد، وزيد هو أخوك، لا فرق بينهما. عشان جاسة منا بدل كل من كل. وعلامة هذا البدل بإمكانك أن أنت تعمل إيه؟ أن تنزع المبدل منه وتضع البدل مكانه، تقول قادم زيد والعبارة مستقيمة ولا شيء فيه. واضح؟ كمل إيه؟ أو لتحصيل الحقيقة. آه. وذلك في بدل البعض نحو مات العلماء أكثرهم. آه. وقف لغايه هنا. يبقى رقم 2 انا لما قلت لتقرير الحكم، وده بيكون في بدل الكل. 2 بقى السر الثاني لتحصيل الحقيقه. حقيقه مين؟ حقيقه المسند اليه. وذلك في بدل البعض نحو مات العلماء، ولا حقيقه البدل؟ ده السؤال. هل تحصيل حقيقه البدل ولا تحصيل حقيقه المبدل منه اللي هو المسند إليه؟ ده سؤال واجب إن إحنا نسأله ونشوف حمادة يقول إيه. كل واحد فكر كده معايا جد. يعني شيء اللي هو مين؟ طب هو أنت بتحصل حقيقة العلماء؟ تحصل حقيقتهم، إن حقيقتهم لو أنا عندي مثلا 100 عالم وعرفت إن مات العلماء. طب ما هو كده، ما نقول مات العلماء يبقى، وانا اعلم ان انا اتحدث عن 100، يبقى الذهن سيذهب الى من؟ الى 100. ولكن انا اريد ان احصل حقيقة الذين ماتوا من العلماء، فاحددهم تحديدا دقيقا عن طريق المسند اليه والبدل ببدل البعض. ها يقول لك وذلك في بدل البعض نحو مات العلماء أكثرهم. فضل إيه؟ والاشتمال يعني كذلك نفس الشيء يتأتى ببدل البعض وبدل الاشتماع اللي هو تحصيل حقيقة. فضل. نحو سلب الناس عقولهم. لا سلب الناس عقولهم بقى، ما دمت هتجيب فعل مبني للمجهول، يبقى اللي بعدها نائب فاعل واللي بعدها مفعول. واحد يقول لي ازاي؟ ايوه يا ابني، ما هي اصل الجمله ايه؟ ودي جمله انا عاوز اعلمكم. خدوا بالكم بس، اذا كان الجمله اللي هي فيها مبني للمجهول فيها نائب فاعل وفيها مفعول اول، يبقى على طول كده. يبقى لو انت رجعتها لمبني للمعلوم كان فيها فعل وفاعل ومفعول اول ومفعول تاني. الله. طب ايه رأيك؟ سلب الله الناس عقولهم. اعرب يا حماد. ها الله فعل. الناس مفعول به اول. ايوه مفعول به ثاني. بس فلما حولناها الى المبني للمجهول هننقص ولا نزود؟ هننقص، لازم هنحذف حاجه، فحذف الفاعل وصار المفعول به الاول مكان الفاعل، وصار المفعول به الثاني مكان المفعول الاول. بس شفت القضيه سهله ازاي؟ لو خلينا عقولهم مفعول به ثاني مش هيبقى من البدل. هو بيقصد تنسيل البدل، يقصد سلب الناس
عظيم عظيم برافو عليك. أنا عاوز أوضح لك النقطة دي وبعدين ننتقل لما كنا فيه. يعني الجمال اللي أنت بتتكلم فيه إن ده بدل اشتمال، لكن لو أنت خليتها بقى من قبيل الجملة الأولى. الله يرضى عليك يا حمادة. حمادة كده ناصح وأشار إلى نقطة إن إحنا بنتكلم في بدل الاشتمال. وزي إيه؟ أعجبني، خدوا بالكم بقى، أعجبني زيد علمه، لأن علمه بدل اشتمال من زيد. اعرف كده هو يعني إيه بدل الاشتمال الأول. هل تفهم معنى بدل الاشتمال؟ فهمولي كده عشان أنا مش فاهم. هذا واحد. وانت ما رأيك أنت بكلام حمادة؟ ما تتبعش حمادة، حمادة ده مش. ما رأيك أنت؟ صفة قائمة بالمبدل منه، وبقول صفة قائمة معنى قائم. طب ما رأيك أنت؟ ما رأيك أنت؟ طب ايه رأيكم طبق المثال اللي احنا قلنا؟ أعجبني زيد علمه. أعجبني، أعجبني فعل وفاعل، والياء المتكلم دي مفعول، وزيد تبقى فاعل. طب وعلمه؟ قال لك بدل اشتمال، لأن العلم مش موجود عند زيد هنا، ولا عينيه، ولا في ودانه، ولا على شعره، ما أقدرش أحدده هو فيه. عكس مثلا أكلت الرغيف نصفه، بقدر أحدد نص الرغيف أو بعضه. عكس قادم أخوك زيد، ما هو زيد هو الأخ والأخ هو زيد، بدليل إن أنا أحذف إيه؟ من ان انا احذف اخوك اقول قدم زيد، وبدليل ان انا ممكن احذف، ركز معايا، احذف الرغيف اقول اكلت نصف الرغيف، ومفيش بدل خالص. لو حذفت البدل مش هيبقى في حاجه اسمها بدل اجتماع. يبقى نقول سلب الله الناس العقول. يبقى ده اصل الكلام اللي انا كنت عاوز اقوله بقى. ستعود الى جمله مختلفة تماما عن هذه الجملة التي معنا. عشان كده بدل الاشتمال يا أبنائي ويا بناتي هو أن يكون البدل من ضمن كينونة المبدل منه، من ضمن كينونته، لأن العلم ما يشتمل عليه الإنسان من ساسه لرأسه كما يقال. وضحت الرؤية؟ أتفهم ما أقول؟ فضل. ممكن نسميها حاجة تانية، ممكن نقول أعجبني زيد أخلاقه أهو بدل، أو كرمه. يبقى إذن الشيء الذي لا تستطيع أن تفصله وأن تحدده، لماذا؟ لأنك لن تجد له موضعا بعينه، ليس في الأنف، وليس في الذهن، وليس في العين، وليس في الأذن، وليس في الخد، وليس في الأسنان، وليس في الفه، وليس في اليد، وليس في الرجل، وليس في البطن اللي هو الأعضاء. أمال فين؟ موجود في الكينونة. لما تموت الكينونة دي يبقى مش موجود. يعني إمتى؟ هو ستأتي إلى إنسان ميت وتقول أعجبني زيد علمه؟ لا، ده علمه كان أيام كان حيا. يبقى إذن هو العلم مشتمل على كينونته، هو حي يعيش بيننا، عشان كده سمناه بدل اشتمال. عشان كده بقى يبقى إذن هذا يسمى بدل اشتمال. طيب سلب الناس يبقى عقله، ده إذا كنا نمثل لمن؟ لبدل اشتمال. طيب وإذا كنا نمثل للمبني للمجهول؟ ده موجود موضوع تاني. فضل يا ابني. وأما بابه وروضي فلا دخل له هنا، لأنه لا يقع في مشيك الكلام. نعم. لغاية الآن احنا خدنا رقم كم دلوقتي؟ 2. يبقى إذن ما هي أغراض أو أسرار أو نكات أو فوائد البدل؟ 2 لتقرير الحكم، 1 تقرير الحكم، 2 تحصيل حقيقة. وأما العطف يبقى ده شيء جديد. اكتب نفس السؤال بقى عشان تبقى متابع معاي. ما هي أسرار العطف؟ بلاش نقول العطف، نقول أسرار عطف النسق. عطف النسق على المسند إليه بحرف. ولذلك قال لك شوف، وأما العطف أي جعل الشيء معطوفا على المسند إليه بحرف فلأمور. الله، بحرف فلأمور، يعني يبقى معنى ذلك لماذا قال بحرف؟
حتى يميز بين عطف النسق وعطف البيان. يبقى عطف البيان وعطف النسق هذا عطف وهذا عطف، بس الأول عطف اللي هو عطف النسق بحرف، والثاني عطف بدون إيه؟ بدون حرف. طيب فالأمور منها واحد آه. نحو جاء زيد وعمر. آه. فإن فيه تفصيلا للفعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين مع مهلة أو بلا مهلة. تفهم دي؟ نعم. آه. إزاي؟ يعني لما نقول جاء زيد وعمر يبقى ده في تفصيل للمسند إليه مع الاختصار، وفين الاختصار؟ لأن الاختصار كان ممكن يقول إيه؟ جاء زيد وجاء عمرو، أكيد الجملة الأولى أخصر من الجملة الثانية واحد. وكان من الممكن يقول أن يقول جاء زيد ثم جاء عمرو، إذا أتيت بثم برضو مختصر، أو جاء زيد فجاء عمرو برضو مختصر. طيب إذا كنت لا تقصد ترتيب ولا مهلة ولا أن يكون أتايا معا، يبقى عليك بهذا، يبقى وفي تفصيل أيضا، يبقى في تفصيل يا سبحان الله، يعني جمع بين التفصيل والاختصار. بس إذا كنت لا تقصد التعقيب أو التراخي، لكن لو كنت تقصد التراخي تقول إيه بقى؟ جاء زيد ثم جاء عمرو، أو جاء زيد فجاء عمرو، يبقى الأمر يختلف بهم. يبقى ده وكأن ده مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أدى واحد رقم واحد. فضل. ومنها تفصيل المسند كذلك. آه. نحن جاءني زيد فعمر. آه. أو جاء قوم حتى خالد. آه. إزاي بقى؟ أنا عاوز أفهم الحدة دي. ها. فالثلاثة تشترك. فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند. طبعا المسندين اللي هو الفعل. آه. إلا أن الفاء تدل على التعقيب من غير تراخي، لأن أصلها إيه؟ جاءني زيد فجاءني عمرو. آه يبقى بتفصل المجيء دلوقتي. ماشي. وثم على التراخي. آه. وحتى على أن أجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس. آه. فمعنى تفصيل المسند فيها أي حتى. أيوة. أقوى بالمتبوع أولا. آه. ثانيا. أيوة. إنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعف أو أضعفها. نعم. آه. نحو ما تقول أبي لي حتى آه. الله الله. وهذا معنى قوله، معنى قولي تفصيلا لأحد الجزئين، أي المسند إليه والمسند ده، يعني اللي ما حتى تفصيل لأحد الجزئين، إما المسند أو المسند إليه. طيب ومنها يبقى رقم ثلاثة دي بقى، صح كده؟ يبقى فات رقم اثنين، يلا ثلاثة. ومنها رد الثاني على الخطأ في الحكم إلى الصواب. نحو جاءني زيد لعمرو. آه. أعتقد أن عمرو جاءك دون زيد. آه. أو أنهما جاء. آه. فيكون على الأول قصر قلب، قصر قلب مش قصر، قصر قلب، وعلى الثاني قصر إفراد. آه عاوز يقول رد السمع على خطف الحكم إلى الـ إلى 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 الصواب، أمال إيه والمرادوه بالحق الصواب دي؟ لأن مين اللي قايل الحق الصواب؟ ما هو موجود الصواب أهي. ارجع تاني كده للنظم. أيوه، أو رد إلى حق ومرادوه بالحق الصواب، صح كده. الكلام ده واضح ولا نشرحه؟ جاءني زيد الله عمرو، يعني بقول ايه؟ انت يا حماده، هذا اسمه زيد وهذا اسمه عمرو. انت اسمك؟ لا، زيد. وانت اسمك؟ عمرو. انت اسمك؟ عمرو. هذا زيد وهذا عمرو. نمثل بالمثال، انت اسمك زيد وانت اسمك ها عمرو، انت اسمك وانت عمرو. طيب أنا أعتقد أن الذي جاء إلى حمادة هو زيد، قصد عمرو اللي هو رقم اثنين. حمادة بعد أن دخل عنده هذا، فقلت له يا حمادة أنا علمت أن عمرا جاءك، هذا مفهوم خاطئ بالنسبة لي ولا غير حق؟ يريد أن يصوب لي فيقلب اعتقادي. جاءني زيد لا عمرو،
يبقى إذا كان اعتقاد المتكلم على العكس يبقى اسمه قصر قلب. طيب وإذا كنت أعتقد أنه ما جاءك معا، أنا اعتقادي الآن أنه ما جاءه مع أن عمرو وزيد زارا حمادة معا، هذا على خلاف الحقيقة. فعمر يقول لا جاءني زيد لا عمرو، يفرد أحدهما. يبقى إذن قصر إفراد، واضح الصورة. طب ولو كنت بقى، ودي بقى المنطقة التي لم يتطرق لها المؤلف أو المصنف، ولو كنت متردد فيما بينهما بنسميه قصر تعيين. وعشان كده ده من أنواع القصر الإضافي ثلاثة: قصر قلب وقصر إفراد وقصر تعيين. قصر تعيين يقال للمخاطب الذي يكون مترددا، أنا متردد بين الذي زاره زيد أو عمر، فيقول إيه جاءني زيد لا عمر، يبقى نزع مني التردد. طب وإن كنت أعتقد أنهما معا قد زاراه، يبقى لازم يفرد واحد فيهم، يقول لي جاءني زيد لا عمر. طب وهو من، طيب إذن هنا الرد على المخاطب دائما، يعني حمادة دائما في الأمثلة الثلاثة يرد على اعتقادي. فإن كنت أنا متردد يبقى قصر تعيين، وإن كنت أعتقد أنهما جاءه معا يبقى قصر إفراد، وإن كنت أعتقد القلب يبقى قصر قلب. وضحت الرؤية؟ الحمد لله. تفضل. إيه نحو جاء زيد بل عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، فيما بين الإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم. ده عكس اللي فات، يعني هو بيقول أنا لا أتعرض إلى السابق بشيء، لا بقليل ولا بكثير، يعني لا أريد أن أبين إن كان حاضر أو غير حاضر، لا يعنيني. باختصار تارك جاء زيد بل عمرو، فكونه قال بل عمرو هو يضرب عن الأول اللي هو زيد، ولا يتعرض له بإثبات أو بنفي، وكأنه يريد أن يقول إني أتجاهله ولا أريد أن أعلم المخاطب ما حاله وما شأنه. وده غرض من أغراض المتكلم. وكأن هنا سؤالا في داخل العبارة سيسأله سائل ويقول لماذا لم تحدثنا عن مجيء زيد، هل هو موجود بالفعل هذا واحد، أم هو موجود ولكنك لا تريد أن تتحدث عنه رقم اثنين، أم أنك لا تريد أن تشغل الناس به هذا رقم ثلاثة. الله، يبقى إذا كان المسؤول عنه اللي هو الأول لا نريد أن نتحدث عنه لا بإيجاب أو بسلب أو إثبات أو بنفي، يبقى رقم أربعة. أما إذا كنا نريد أن نثبت أو ننفي يبقى رقم ثلاثة التي فات. عرفت الفرق بين الاثنين؟ أتحدث مع نفسي أم أتحدث معكم؟ أتحدث مع نفسي؟ القضية واضحة جدا. تاني للمرة الأخيرة، أتفهمين يا بنياتي؟ تاني، يعني إذا كنت لا تريدين، طيب خلينا بدل أمثلة رجال نخليها أمثلة نساء، هنقول حضرت عائشة بل فاطمة. يبقى من التي حضرت؟ اللي هي فاطمة التي أتينا بها بعد بل الإضرابي. طيب وما موقف عائشة؟ لا نلتفت إليها لا بإثبات ولا بنفي، إلا إذا سأل المتكلم ما هو موقف فاطمة، عندئذ سيتوجه المتكلم إلى المخاطب بالسؤال والله لا أدري عنها شيئا، هذا واحد، أو أنها موجودة ولكنها